ازاي من البداية خالص كنت بتطلع الأول في مجال دراستك؟ بص، انا كنت يعني وكنت طالب الدحيح شويه في الاول بس الاول. طب وبعدين؟ لا بعدين يعني بقيت احفظ وافهم. الاول كنت بحفظ بس، كنت بحب قوي ان انا يعني اذاكر. في الاول ما كانش عندي غير المذاكره وانا صغير، كان عندي حاجات كتير طبعا مواهب يعني وكده، بس كنت صبح كنت مكرس وقتي للمذاكره يعني المدرسه وبتاع وكده يعني. ف يعني انا اخدت الاهتمام الكبير قوي من عيلتي، يعني عيلتي كلها، مش حتى بابا ومامتي وكده، من عيلتي كلها انا الفيجوال امبيرد الوحيد اللي في العيله، فتلاقيني انا مدلعني قوي يعني في العيله جدا يعني. فالموضوع يعني كان واخد الاهتمام، واخد الـ 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 الاضاءه كلها، او يعني زي ما تقول كده اللقطة كلها في العيلة يعني. فكان أكيد أنا هنجح يعني، أنا هجيب كمان حاجات لطيفة يعني. مش بس كنت بدرس في المدرسة، بس أنا كنت بدرس حاجات بره كمان، بره الدراسة الأكاديمية في المدرسة لما كنت صغير. مش هنقول أي أكاديمية بقى، دي كانت احنا صغيرين يعني. يعني كمان دراسات اللي هي بره، كنت بعمل حاجات تانية بره. التعليم الطبيعي اللي هو احنا عارفين ان بره الجامعه كنت بتدرس في المرحله دي، لكن الموضوع بدأ من بدري من ايام المدرسه. لا انا من ايام المدرسه كنت بدرس الصبح في حته في المدرسه عادي، وبعد الظهر بدرس في حاجات تانية بقى، وبروح مسابقات ومش عارف ايه. ويعني كنت انا كان دايما من وانا صغير الناس اللي معايا، الطلبه اللي زمايلي، مش بس زمايلي في المدرسه، لا الطلبه اللي زمايلي بره بقى ماليش دعوه بالمدرسه، كلهم كبار يعني، اربعينات ثلاثينات خمسينات. زمايلك ازاي اربعينات؟ والله انا كنت بدرس في حاجات كانت ليها علاقه ب يعني كان فيها ناس كبيره. انا كنت من تانية ابتدائي كده وانا بروح ادرس حاجات فيها ناس كبيره بتاخدها، فكان دايما انا قاعد بدور انا بكره هجيب ايه واشتري ايه عشان اخده معايا المدرسه اكل، وفي ناس جنبي بتفكر ولادها هتشتري ايه عشان تاخدها معاها بكره تاكل. فانا كنت يعني زي كده طفل مع الناس الكبيره، ما كنت حتى ما كنتش مع اطفال كتير قوي يعني. يمكن كان اطفال اللي كانوا اصحاب ليا كانوا قليلين قوي حتى يعني. طب ليه حسين؟ يعني ليه كنت بتحاول؟ ده امر ربنا بقى يعني. يعني ليه يعني بتزود على نفسك ليه طالما انت يعني؟ هو انا مش بزود على نفسي، انا بابايا كان، هو انا كنت جايب، انا كان مستوى ذكائي قبل ما ندخل مدرسه، احنا بندخل مدرسه تربيه خاصه سبيشال اديوكيشن، تمام. فقبل ما ندخل المفروض يعملوا لنا اختبارات ذكاء، فالدكتور بقى ربنا يسامحه قال لك يا جماعه الولد ده 141 ومش عارف فاضل له كام درجه يعني، غير حسد يعني، هو عالي جدا جدا طبعا. يعني هو قال لي 141 وسنه 3 سنين مش عارف زياده وسنه تكافؤي ومش عارف حاجات كده غريبه، انا شخصيا ما فهمتهاش ساعتها ولا فاهمها دلوقتي. انت ممكن تقول لنا بقى الموضوع ده يعني بحكم ثقافتك يعني. هو ال 120 ده الطبيعي يعني، او اللي هو ده اخر الطبيعي؟ بيقول لك الممتاز 120، وانا 120 انت كده عديت كل الطبيعي. فانا بابا قال لك بس كده خلاص، احنا بقى نوديه بقى حاجات ونعذبه.